بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي لجميع المتابعين الأوفياء أينما كنتم. إذن على بركة الله نبدأ هذا الفيديو حول تربية طائر النينو داخل السلاكة. في السابق كان عندي عش لطائر النينو به 4 بيضات، وفقست 3 بيضات وبقيت بيضة واحدة لم تفقس. فمن بين هذه 3 بيضات 3 فراخ وجدت فرخ. هذا الفرخ وجدته ملقى على الأرض والفخذ الأيمن مكسر، وقمت بعملية لمساعدته في تشبير الفخذ. قمت بعلاجه، وربما الحمد لله ربما هو بصحة جيدة الآن كما ترون إخواني. اليوم سأقوم بنزع له هذه الجبيرة، نقوم بإزالة له الجبيرة ونرى كيف صحة الفخذ الأيمن. فتابعوا معنا إخواني الكرام، جزاكم الله خيرا، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا إخواني الكرام، بعدما قمت بتنحية اللاصق، شاهدوا معي كيف القدم كيف هي، ربما هو يتألم قليلا. الحمد لله سأقوم بنزع البلاستيك هذا الموجود على الفخذ، بعد قليل سأقوم بإزالته، ونتمنى من الله الشفاء لهذا الطائر المسكين. الحمد لله والشكر لله، العملية تمت بنجاح كما تشاهدون إخواني. الرجم مستقيمة إلا ضروري من الترويض حتى يتني القدم. هو الآن الرجل هي مستقيمة، فلا يستطيع تني هذه القدم، فسأعمل على تنيها في الأيام المقبلة إن شاء الله بالترويض. الحمد لله أن الفخذ قمت باسترجاعه في مكانه، لكن لا زالت القدم بها هذه الجروح، جروح عادية. كان منكسر على مستوى الفخذ، الفخذ في الأعلى. إذن إخواني، أتمنى له الشفاء في المستقبل. السبب وراء انكسار فخذ هذا الطائر هو عند قيامي بتركيب له الخاتم، قام ذكر النينو وأنثى النينو أبويه قاموا بالتعنيف تعنيف هذا الطائر، ومن ثم سقط من العش وكانوا يلاحقونه لإزالة له هذا الخاتم. ووجدته مكسور الفخذ، وقمت بعلاجه، وها هو الآن أمامكم، أتمنى له الشفاء. الحمد لله أنه يأكل ويشرب، وليس به كوكسيديا أو قمل أو بعض الأمور.
خطيرة على صحة الطائر. هو الآن يتألم لأنني قمت بإزالة اللاصق والجبيرة ويريد الهروب، لكن سأعالجه حتى يصبح بصحة جيدة. إلى هنا سأنتهي من التصوير إخواني الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو جديد آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.